بدأت العمل التطوعي من 7 سنين. بدأت ان انا ادخل في جمعيات المجتمع المحلي الموجودة عندي في القرية، بدأت احضر التدريبات اللي موجودة عندي في الجمعية، وان انا احاول ان اوفق ما بين كليتي لما دخلت فنون جميلة وبالذات ان هي كلية عملي، ما بين التدريبات اللي انا بحضرها، وان احنا كمان كنا بننزل الشارع ونحضر مبادرات معاهم مع الناس. اول المبادره كان اسمها مبادره فتيات في ادوار قياديه. طب انت لو حطيناكي مكان مسؤول ده مكان دوره هتعملي ايه؟ احنا لما نعرض الفكره على دكتوره غاده والي معالي وزيره التضامن الاجتماعي كان ايه هيبقى رايها؟ هي فعلا رحبت جدا بفكره المبادره، قالت طب ليه ما تستضيفوش هنا عندي في مقر الوزاره؟ فعرفت قبلها باسبوع قالوا لي مي انت الدور انت اللي التيك اوفر بتاعك هيبقى مع دكتوره غاده. صغيرة كنت لما كنت بقول لي انت نفسك تطلعي كنت بقول لهم نفسي اكون مهندسة ونفسي اكون وزيرة. فدلوقتي حققت اول حلم ان انا اتخرجت من فنون جميلة قسم جرافيك، ولما التجربة دي مريت بالتجربة دي يوم 11 اكتوبر بقول لماما يا ماما النهاردة ما كنتش مهندسة بس انا كنت وزيرة، انا حققت حلمي التاني حتى لو كان يوم واحد او ساعة واحدة. كنت شايفاه ان هو حلم كبير قوي وما كنتش بقوله للناس حواليا، كنت شايفاه لا هقوله بيني وبين نفسي، كنت بفتكره بيني وبين نفسي. بس خلال تجربتي ان انا عشتها مع معالي وزيره فدي كانت حاجه كبيره جدا اللي ادتني اكبر حافز ليا تقول لي رساله تقول لي حتى لو حلمك كان كبير فهو مش مستحيل. مي صلاح من القليوبية قعدت يوم بمناسبة اليوم العالمي للفتيات، قعدت يوم على مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي دكتور غادة والد وقامت بمهام الوزيرة. دكتور احكي لي على التجربة، اعتقد ان هي تجربة قوية جدا ويمكن ويا ريت تعمم على كل الوزارات انه الشباب يكونوا قريبين، واعتقد ان في الفترة دي في شباب كتير قريبين من الوزراء، ولكن احكي لي عن تجربة مي في المكتب. التجربة بتاعت مي وبرعاية معالي الوزيرة هي رسالة بتقول فيها ان احنا اليوم ده بنلفت نظر كل القيادات، كل السياسات، كل المجتمع لأهمية المرأة، لأهمية الفتاة، لازاي نمكنها. لما عاشت يوم في خضم الحرم بتاع مكتب معالي الوزيرة وإزاي اتعرضت عليها ملفات الوزارة وإزاي اتخذ بجدية وإزاي وإزاي وإزاي، تجربة رائدة ورائعة، فكرة حلوة جدا ومثمرة. وصراحة معالي الوزيرة اتعاملت بفوق مستوى الشياكة مع الموضوع، وهي اللي حفزت ليه، وهي اللي استدعت الناس، وهي اللي أصرت إن ده يكون في مقر. كان يوم عمل بقى يا دكتور، يعني ما خدت موضوع جد، كان يوم عمل في المكتب. بصي مش بالصورة المنتهية أكتر ما هي بصي دي ملفات، دي تحديات، دي حاجات بيتخذ فيها قرارات، الملفات الساخنة الموجودة عندنا، يعني بنديها فكرة عرض عن أحجام الأعمال والثقال والعضال اللي موجودة في الوزارة، وفي نفس الوقت هل من جديد، هل من فكرة، هل من انبعاثة، هل من ضوء أخضر. فكان جميلة يومها، كان جميل، كان يوم أكثر من رائع. والبنات كلهم اللي كانوا مع مي وفريق اللي قعدهم والجمعية اللي وراهم منظمة بلان، صراحة كان شغل رائع جدا وكان تنويه جميل جدا. فتيات عبروا بطلاقة بحرية، عبروا عن نفسهم حلو قوي، ازاي بيديروا ملفات جوه جمعياتهم اللي هم اتدربوا عليها، ازاي مؤمنين ان في قضية وطن هم حريصين عليها، في قضية فتاة، انا اهو انا موجودة، انا بتحدى، انا باخد قرار، انا ناجحة، انا اقدر امارس، انا اقدر احلم، انا اقدر اصر على حلمي واقدر انفذه. كان يعني يوم رائع. لا ويا ريت تعمم فعلا، يعني يا ريت نشوف تجربه زي دي في كل الوزارات مع الفتيات في كل الوزارات، انه يكون يوم شباب يقربوا من مكتب من دائره العمل على الارض. خلينا اجي لحضرتك استاذه شيرين، يمكن كان في تعقيب لما اتكلمنا عن جزئيه الثقافه والجذور وتفهيم او تغيير الفهم من الجذر من الام، يعني نبتدي مرحله اكبر شويه، طبعا العمل على تعليم الفتيات وما شابه كل النقاط دي، ولكن ازاي ممكن تبتدوا مش في المدينة فقط ولكن في القرى مع الأم، مع مفهوم الأم؟ أنا عايزة أقول لحضرتك أن المجلس القومي للمرأة تخطى مرحلة التوعية للأم بس، يعني إحنا أوريدي اشتغلنا على توعية الأمهات، إحنا دلوقتي في حملة المجلس شغال في 27 محافظة
زي النحلة لأني رجل. احنا ابتدينا ندور لأني رجل. نغير الموروث الثقافي للرجل نفسه. انت راجل علشان بتتحمل مسؤولية بيتك، عشان بتساعد مراتك، عشان بتشاركها. انت راجل لأنك انت كيان انجاح الأسرة ده على عاتقك. فكرة ان هو الشباب المقبلين على الزواج حديثا، او الشباب اللي هم دلوقتي بيعتبروا رب أسرة، ابتدوا يتم تثقيفهم وتوعيتهم. انا عماله اقول للست ما تسكتيش عن حقك، للبنت ما تسكتيش عن حقك، لا للراجل انت عليك حقوق. فدي كان ليها اصداء قويه جدا، وعايزه اقول لك ان انها نزلت حتى للمقاهي في بعض المحافظات، الاماكن المفتوحه، ان ده ما بينتقصش من رجوله، بالعكس ده بيزيدوا كرامه ومحبه ما بين كل افراد اسرته. كمان في حملات استهدفها المجلس للمقبلين على الزواج، المفاهيم السليمه انك تبني اسره سليمه. قد ايه الحملات دي مؤثره يا استاذه شيرين؟ يعني الحملات دي ما انا عارفه ان هي موجوده وكل شويه بتتغير بشكل ومسمى، ويمكن بتارجت معين او بشخص مستهدف معين، اذا كان رب الاسره الطفله او الام، بس على ارض الواقع قد ايه الموروث الثقافي يا حضرتك علشان تغيري عقيده مجتمع؟ هي اصعب حاجه طبعا. لكن وعايزه اقول لحضرتك القوانين لوحدها مش هتقدر تعالج، الاعلام لوحده مش هيقدر يعالج، المجلس، كل الادوات دي مجتمعه هي العلاج القوي. احنا تخطينا مراحل، سياده النائبه دلوقتي اشار، احنا تخطينا مراحل كتيره قوي برضو من التقدم. احنا مش هننكر ان المجهود ده دلوقتي لسه بنتكلم عن فتيات مستقلات، بنتكلم عن برلمانيات ناجحات لامعات، بنتكلم عن كل ده. ما كانش لو رجعتي بالزمن لسنين قبل كده، مجلس قومي للمرأة بقى يخرج للست دلوقتي في مكانها. يعني هي مش بتقصده، هو اللي بيقصدها، هو اللي بيروح لغاية عقر دارها. بيشوف احتياجاتها، بيشوف طموحاتها، بيشوف وبيترجمها البرامج، مش مجرد بس ان احنا بناخد احصاءات او تقرير. خليني اروح لرنيم، يمكن في الفاصل كنا بنتكلم عن الفتيات المستقلات، وانا مش متصوره النسبه، بس استاذه عفيفه قالت لا نسبه موجوده. عايز اعرف منك يعني ايه فتاه مستقله، وبتختلف ازاي من المدينه لبره، وهل موجود في المحافظات اللي حوالينا، وبيتعاملوا ازاي يعني تفاصيل الفتاه المستقله، التصور ده والنسبه، هل فعلا هي يعني احنا مش حاسين؟ ما نقدرش نقول نسب. يعني انت ما عندكيش حد عمل دراسه فقدر يقول لك ان في نسب، يعني نقدر لا مش نسبه، بس مش هو اكزاكت، بس هي موجوده ومحسوسه، ومحسوسه اكتر بعد 2011. تمام، انه فكره ان البنات عندها قدره على المقاومه، وانها تتحدى فكره ان المجتمع حاططها في موجود، انها موجوده في يعني من بيت ابوها لبيت جوزها لابرها، لا هي بتتحدى ده بانها بتخرج عن السياق التقليدي، بان هي بتخلق لنفسها حياه بتستقل فيها عن كل فكره الوصايه، برضو كنت بتكلم عليها قبل كده. هي البنات دي بتبقى عايزه عندها حلم، ومؤمنه ان ليها حق في الحياه، وانها عايزه تخوض غمار الحياه دي بحريه، تمام، بدون ما حد يقول لها تروح فين وتعمل ايه وتمشي ازاي وتمشي الخط ده ما تخرجش منه. هي ما تقدريش تقولي، يعني هي فكره انه احنا نقول عليها ظاهره او غير ظاهره، في شيء محسوس احنا حاسين بيه وشايفين انه ايجابي. وانا شخصيا ليا اصدقاء وصديقات مستقلات انتقلوا من محافظاتهم وجم قعدوا هنا، وقرروا ان هم انه كمان في المحافظات. طبعا بيجوا من المحافظات، بيجوا، هو مركزيه مصر، يعني انت مركزيه ان كل شيء في القاهره بيجبر كل الناس دي انها تتحرك. انا كان قصدي انه عارفه ممكن يكون انه في القاهره انه له علاقه بتفكير معين، تعليم معين، او مثلا فتيات اللي بيشتغلوا فبيروحوا يعيشوا مع بعض، انه الفكره مش مقتصر على بالعكس. احنا عندنا تصورات تقليدية جدا عن البنات في المحافظات. يعني انا بقابل بنات في المحافظات ولسه بنصورهم في الميديا، اذا كان بيبقوا مثقفات ومطلعات بشكل اكتر، بالظبط شكل نمطي جدا، يعني مثقفات ومطلعات اكتر مما احنا متخيلين. بالعكس ده هم اوقات بتبقى قعدتهم وقت طويل هناك، ما عندهمش يعني الحاجات الكثير اللي احنا بنعملها هنا في القاهره، بتتيح لهم وقت اكتر ان هم يطلعوا
وبيبقوا اكتر ثقافه واكتر رغبه اصلا في ان هم يخوضوا فكره التجربه دي بكل المعارك اللي ممكن يخشوا فيها وممكن يخسروا ويفشلوا ويقوموا ويكملوا. فبالعكس انا بشوفهم ان هم نماذج ملهمه اكتر من ان هم ان احنا نبص لهم بالنظره التقليديه بتاع ان هم جايين من المحافظات فاكيد هم يعني ما بيفكروش كتير نمطيات قدر الامكان مش قادرين يعني يخرجوا عن السياق التقليدي، لا هم بيبقوا مختلفين عن ده. بس انا عندي تعليق بس بخصوص فكره انه ان احنا بنقول ان الظواهر راجعه لورا او ان احنا عندنا تقدم، هو بس انا طول الوقت بقف عند انه احنا التحرش بيتهيألي ما رجعناش فيه لورا رغم انه في قانون، انه الختان احنا بنتكلم على حرب مستمره هنقول مش من قبل حتى مؤتمر السكان في 94 يعني من كام 94 لحد دلوقتي فايه اللي اتغير؟ بتتكلمي عن زواج القاصرات ان احنا مسح مثلا التكلفه الاقتصاديه كان بيتكلم في 2014 عن 27% من الستات متجوزين قبل 18 سنه. فانا احساسي بقى ان الدنيا مش وردي يعني انا ما اعرفش بس انا ما بشوفش ان الدنيا وردي وان الدنيا راحه كويس قدام. انا شايفه ان الدنيا راجعه لورا انه كمان استطلاعات الراي دي مش بتبقى من محافظات او من قرى او من اشخاص بسيطه، لا ده في بعض استطلاعات راي فيها اراء صادمه لاشخاص متعلمين وبنسب عاليه جدا في بعض الجرائم ضد المراه. الثقافه يعني. انا عندي برضو سؤال، هو احنا طول الوقت بنتكلم على انه الثقافه صعب نحاربها ونحاربها، بس انا بشوف انه التشريعات والقوانين هتحل جزء كبير من ده. انا طول الوقت عندي سؤال للبرلمان، هو قانون الموحد لمناهضه كافه اشكال العنف فين؟ يعني طلع في تونس والمغرب واحنا كان في اظن المجلس قدم المجلس القومي قدم القانون للبرلمان. يعني هي الفكره انه اللي بتقوله رنين صح جدا انه احنا عمالين نقول انه احنا افضل وحسب احنا كنا فين وبقينا فين، لكن احنا لسه في القاع تحت. يعني زي ما انتم شايفين اهي تونس بتطلع تشريعات وقوانين قويه جدا ومغيره، واعتقد ان هم عندهم قدرة على إنفاذ القانون. إحنا بنتكلم على إنه إحنا يعني مازال أمامنا مش عايزة أقول أنا متأكدة إن الإرادة السياسية إن الرئيس لديه قناعة قوية جدا لا ومترسخة الحقيقة على الأرض بالمرأة ثمان وزيرات اثنين من المحافظات والمحافظات المناصب عديدة يعني إلا القضاء هناك بالظبط كده. يعني أنا لسه منصب القضاء خلاص الحقيقة قانون المرأة قاضية وبحارب فيه ان هو يخش يتناقش عشان في نخلص هذا القانون، زائد يعني مفوضيه التمييز اللي هي ممكن تقضي على كل اشكال التمييز اللي احنا بنتكلم عنها سواء للمراه او في تمييزات اخرى. كل دي لازم تتحط اولويه راسخه امام مجلس النواب. احنا صحيح عندنا عبء تشريعي عالي قوي من تشريعات كتيرة قوي خصوصا في الناحية التشريعات الأمنية والتشريعات الاقتصادية والصناعية أخذ أكتر وقت من مجلس النواب، لكن برضو الجزء ده من التشريعات وعلاج إصلاح كتير من تشريعات تحتاج لكتير من غربلة. يعني في قانون العقوبات كمية مواد ضد المرأة صارخة وقاسية تحتاج إلى إعادة نظر. وضع يعني نبتدي مناقشة مشروع قانون العنف ضد المرأة لابد وأن يكون في دور الانعقاد ده على يعني منصة المجلس في النواب. هو ده اللي بنقوله، يعني نبتدي نتحرك بالتشريع بنفس القوة بتاعة التشريع في سواء غربلة التشريعات، قانون العمل في كتير من القوانين التمييزية، قانون العقوبات في كتير من القوانين التمييزية، بعض القوانين قاسية زي قانون الأحوال الشخصية في بعض المواد اللي احنا لابد وأن نخش فيها بكل قوة لتعديلها في قانون الأحوال الشخصية، قانون العنف ضد المرأة في نفس الوقت نفس الليفل. إزاي نخرج إلى الإنفاذ والعدالة الناجزة من خلال الشرطة القضائية اللي بنتكلم عنها؟ أيوة. وقتي عايز اروح للتضامن. دكتور عايز اعرف ابرز البرامج اللي بتدعم الفتاه، لو في حد اتفرج علينا عايز اعرف ابرز الخدمات اللي بتقدم للفتاه من خلال برامج احنا عندنا حاجات كتير هقولها لك في عجاله احتراما للوقت. طبعا انا قلت عندنا التمكين الاقتصادي للمراه من خلال قروض مسطوره، السيدات اللي ليهم قضايا نفقة بنك ناصر بيتحملها ودي من ضمن الأجندة بتاعتنا، بتاخدها السيدة لحد ما بيصدر القرار وبيبقى في تسوية مع الزوج أو الجهة
اللي هياخد تاخد منها الزوجة النفقة، بنحمي السيدات أو فتياتنا اللي في فترة الحمل بنتحمل من القطاع الخاص 90 يوم اللي بتاخدهم السيدة وهي قاعدة في بيتها أو بنتنا، في الأنشطة اللي بتمارس في الأندية النسائية في تمكين النساء والفتيات للتعليم لمشروعات مع التوعية والتوعية بالبرامج المختلفة والقضايا المختلفة والمشاكل اللي بتتعرض ليها البنات في كل أنحاء الريف. احنا عندنا أكتر من 440 نادي شغالين على الموضوعات دي على طول. عندنا خدمات بتقدم للمرأة زي مراكز حماية المرأة، ودي من المراكز اللي دايما بحب كل ست في مصر تعرف ان في بيت بتتحمله الدولة بيستضيفها وقت ما بيبقى عندها أزمة نفسية وأزمة اجتماعية. ده فين مكانه؟ في القاهرة، وفي في اسكندرية، وفي في الفيوم، وفي بني سويف. اسمه مركز حماية المرأة؟ مركز حماية المرأة. الاتصال بالمديرية بتاعت التضامن الاجتماعي أو بالخط الساخن أو تدخل على الويب سايت بتاع الوزارة. بيقدم إيه لست؟ بيقدم كل ما تتخيلي. أولا بتستقبلها 24 ساعة. ثانيا بتقدم لها حماية قانونية وحماية في التمكين الاقتصادي وحماية استقبال، يعني بتقعد وتتمكن هي وأولادها. بتتقدم للمرأة سواء كانت مصرية أو أجنبية، متزوجة مصري أو أجنبية عندها ظروف، بالتنسيق مع القنصلية. بنستقبل من كل الجهات سواء من مجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للسكان، أي ست أي سيدة تخبط على الباب 24 ساعة في دائرة استقبال ليها. دورنا جوه المركز إن احنا بنستقبل السيدة ونحاول تتعافى وتعرف مشاكلها، وبعدين نواجهها ونوضع خطة علاج تداخلية سواء كانت نفسية أو اجتماعية أو تمكين اقتصادي أو توظيف أو إن احنا نوجد لها سكن بديل من راعي من الرعاة أو من إمكانيات الجمعية التابعة ليها. بنوفر لها رعاية صحية، بنوفر لها رعاية قانونية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة في حالة إن المركز ما يكونش عنده شق قانوني. اما الشق النفسي فاحنا الفتره اللي فاتت عملنا تدريبات مكثفه للجهاز الاداري الموجود في المراكز لمواجهه المشكلات النفسيه، وبنستعين ببعض الخبراء المتخصصين علشان لو ليها دوره علاج نفسي تستكملها. ده جوه المراكز. يعني دعم مادي ودعم نفسي ودعم معنوي من وزاره التضامن. اي سيده تتعرض لاي نوع من انواع العنف حتى ولو عايزه تفضفض، لان عندي استشارات بالتليفون. ده الستان بيموت في الفضفاضه يا دكتور. ايوه حبيبتي. بصي اقول لحضرتك على حاجه، احيانا بتبقى حل المشكله في تعديل مفهوم اكيد، او ادراكها لدورها، او ادراك الرجل لدوره. انا عايزه اقول بقى يكون ازاي مع المراكز، بيلجا لنا يعني الرجال مين يا دكتور؟ والنساء. نعم. يكلموا مين؟ يعني ست عندها مشكله دلوقتي عايز تتواصل مع حضراتكم، يتكلم ايه؟ اولا لازم تدخل على موقع الوزاره، ماشي، هتعرف منه العناوين اللي هي وزاره التضامن الاجتماعي. لان عناوين كتير وتليفونات كتير، وفي تليفون طبعا الخط الساخن، كويس. دي حاجه. تاني حاجه، هي لو راحت للمركز هتاخد كل اللي هي عايزاه حسب توصيفه حالتها، هي محتاجه دعم في ايه. وده من خلال الاداريين والاخصائيين ومديره المركز اللي موجود. طيب في أنشطة تانية بس عشان أنا وقت خلص جدا يا دكتور، يعني جدا الحقيقة. عندنا أنشطة كتير، عايزة لازم كل مرة من السيدات نتكلم على الحقوق ونقعد نتكلم على الأنشطة. الحقيقة بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على وجودكم معنا السيدات الحلوات الفضليات. خلوني أشكر رنيم عفيفي رئيس التحرير منصة ولها وجوه أخرى، أستاذة شيرين نجيب المحامية بمجلس القومي للمرأة، دكتورة منال الحنفي مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة بوزارة التضامن، الكاتبة عفاف السيد كاتبة روائية، والنائبة نادية هنري عضو مجلس النواب. بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معنا. مشاهدينا الكرام، انتهت حلقة النهاردة من هنا العاصمة. بشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.